وجه وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي الدعوة إلى إلياس بن صغير لاعب فريق موناكو الفرنسي لأول مرة للالتحاق بمعسكر أسود الأطلس خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي. إلياس بن صغير لاعب فريق موناكو الفرنسي من مواليد سنة 2005 في بلدية قاسينة التاريخية، ونشأ وترعرع في إقليم كوجولين في العائلة من أصول مغربية، وسبق له اللعب لجميع الفئات العمرية للمنتخبات الفرنسية. لعب إلياس للفئات الصغرى لنادي الحي في منطقة نشأته كوجولين وهو في العاشرة من عمره، ثم انتقل لأكاديمية نادي فيريجون سانت رافائيل حيث لعب من 2016 إلى 2018، وبعد ذلك انتقل إلى نادي أكسان بروفانس ومنه إلى نادي موناكو سنة 2020. فقد إلياس بن صغير والده سنة 2020 بسبب مرض كوفيد، فاضطر إلى التوقف عن ممارسة الكرة مؤقتا، ثم سافر إلى تونس حيث اتبع برنامجا تدريبيا صارما أهله للعودة إلى الميادين بعد انقطاع دام شهرين. اليوم بات إلياس بن صغير واحدا من الأسماء الشابة التي تعول عليها الجماهير المغربية من أجل منح إضافة كبيرة للمنتخب الوطني المغربي، والبداية ستكون في المباراتين الوديتين ضد أنغولا وموريتانيا بملعب أدرار بأكادير.